ذكرنا يا شيخ تكلمنا عن الإخلاص، هل هناك أعمال للقلوب أخرى؟ نعم أحسنت، أعمال القلوب كثيرة، أهمها وأعظمها وهو الأساس الدين الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، وعكسه كما نعلم الكفر والنفاق. ولذلك الكفار نسأل الله العافية كما ذكرت قبل قليل في الظاهر هم مسلمون ويصلون ويصومون ويتصدقون بل ويجاهدون، لكنهم كفار في الدرك الأسفل من النار، لأنهم فقدوا أعظم عمل قلبي وهو الإيمان، وأساسه هو الصدق مع الله عز وجل، فهم كذابون منافقون خادعون الله وهو خادعهم، نسأل الله العافية. فأيضا الصدق يكون بالجوارح باللسان ويكون بالقلوب، وهذا كما قال أبو بكر المزني عن أبي بكر الصديق: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني الصدق مع الله، ولذلك لقب بالصديق رضي الله عنه، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما يقوم به من بل حتى حركاته وسكناته كله يحتسبها عند الله عز وجل. أيضا من أعمال القلوب النية، استحضار النية الصالحة في كل عمل يقوم به وفي كل ترك يتركه، بحيث تتحول حياته كلها إلى عبادة. سبحان الله، الله عز وجل يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه صيغة حصر وقصر، يعني ما خلقتم لأي شيء إلا لعبادتي فقط. كيف هذا؟ لو حسبنا الآن الشعائر التعبدية التي يمارسها المسلمون، الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم، والصوم تتكرر 1 مرة في السنة، والحج 1 مرة في العمر، والزكاة وغيرها، أضف إليها النوافل التي تتكرر ربما أكثر من ذلك، هذه عبادة الظاهرة، هذه كم ستأخذ من حياة الإنسان؟ تأخذ ولا ساعة. عشر العشر من وقت الإنسان. صحيح. طيب هل كيف نجمع يعني بين هذا وبين قول الله: ما خلقتكم إلا لعبادتي، وقولها أيضا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فنحن أمرنا أن تكون حياتنا كلها وحركاتنا وسكناتنا بل وأنفاسنا ويقظتنا ونومنا كلها عبادة لله. كيف تكون عبادة؟ هذا هو السؤال المهم. إذا ليست العبادة محصورة بالشعائر التعبدية التي لا تستغرق من عمر الإنسان ووقته ولا ربع العشر بل ولا عشر العشر كما ذكرت، كيف يحول الإنسان حياته وحركاته وسكناته ونومه ويقظته وأكله وشربه ولعبه وبيعه وشراءه ووظيفته، يحولها إلى عبادة بشرطين يسيرين جدا، وهما يسيران على من يسره الله عز وجل، من يسرهم الله عليه سبحان الله. الأول أن تكون جميع أعمال الإنسان في حدود المباح أو المشروع. لا يمكن الإنسان يتقرب إلى الله بحرام، لا يمكن أن تكذب وتقرب به إلى الله، أو تفعل الزنا تقرب إلى الحرام وحرام، وهذا استهتار حقيقة، يعني بالله عز وجل أنك والله تتقرب إليه بما حرمه ونهانه. إذا لابد أن تكون كل أعمالك إما في حدود المشروع الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إجابة واستحباب، أو على الأقل في حدود المباح الذي أباحه الله وأذن فيه، بحيث لا تتعداه إلى حرام. الشرط الثاني وهو الذي نتحدث عنه وهو من أعظم أعمال القلوب، أن تستصحب النية الصالحة في كل عمل تقوم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. تخيل يا أخي، يعني مجامعة الرجل لزوجته، الحديث صحيح مسلم. قالوا: يا رسول الله، الصحابة تعجبوا رضي الله عنهم، أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فإذا كان الإنسان يا أخي يحتسب النية الصالحة في الزواج ثم في معاشرة أهله، يريد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وإدخال السرور على نفسه وعلى أهله، وتحصيل الولد الصالح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وينصر دينه ويجاهد في سبيله وينفع عباد الله، فصارت يعني صار زواجه ومعاشرته لأهله ومداعبته لهم كلها عبادات يكتب له أجرها عند الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: والله إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية. شوف التعبير، في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي. أنت تأكل يا أخي لضرورة، وهذا أيضا فيه لذة وشهوة الإنسان يتلذ بها ويأكل ويشرب، وهو من الضرورات التي لا يمكن يستغني عنها الإنسان، وهو امتثال لأمر الله حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأنت تحتسب وأنت تجمع الماء ثم تشتري الطعام وتطهير، تحتسب كل هذا عند الله ثم تأكل وتتلذذ به وتغذي بدنك، أنك تمتثل أمر الله عز وجل الذي أمرك بهذا،
ولكي تقوي بدنك لتعبد الله سبحانه وتعالى. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من الضعيف، وهي القوة في الإيمان والقوة في البدن والقوة في العلم والقوة في الدعوة والعمل وهكذا، كل أنواع القوة الخيرة تدخل في الحديث. ويدخل في هذا الأثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحسنت. معاذ آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارس رضي الله عنهما، ومعاذ يعني مع أنه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم كان مجتهدا في العبادة، فدخل مرة على على بيتي أخي أبو الدرداء، ليس معاذا، أبو الدرداء، دخل على أبي الدرداء وإذا أم الدرداء متبذلة في ثياب البذلة. استنكر هذا، لأنه يعني تزين المرأة لزوجها واهتمامها به هذا عبادة تجر عليها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل، يعني أعظم نعمة سبحان الله بعد نعمة التقوى التي أعظم النعم، قال: خيرا له من امرأة صالحة. ما دلالات صلاحها؟ من امرأة صالحة، ليست أي امرأة، إن نظر إليها سرته. شوف سبحان اهتمامها بنفسها وتجملها لزوجها وحسن تبعلها له، وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. رأها متبذلة قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبو الدرداء قد زهد في الدنيا وليس له أرب في النساء. فغضب سلمان رضي الله عنه، فلما سلم على أبي الدرداء وقدم إليه الطعام قال: كل فإني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل. فألزمه بأن يفطر، كان في صيام نفل طبعا، فأفطر جبرا لطالب أخيه يعني حتى لا يعني يعصيه يعني وأيضا يكسر خاطره بعدم الأكل من الطعام. فلما كان في الليل أراد أو قال فرش الفراش لسلمان ثم قام يصلي، أراد أن يصلي، قال له سلمان رضي الله عنه: نم. قال: أريد أن أصلي. قال له: نم. فنام. فلما كان في مضى ثلث الليل أراد أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم لما ذهب نصف الليل أراد أن يقوم كعادة سبحان قلبه معلق بالصلاة، قال له: نم. فنام. فلما بقي ثلث الليل الآخر قال له: قم الآن. فصليا. الله أكبر. ثم قال له سلمان رضي الله عنهما أجمل ما قال، ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بهذا وأقره عليه، قال له: يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا. شوف التوازن في حياة المسلم يا أخي. وشوف احتساب الأجر والنية الصالحة في كل عمل يعمله حتى في نومه وأكله وشربه. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، لا ينام كل الليل يصلي تخيل، وإن لزورك عليك حقا يعني زواره، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذهب أبو الدرداء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل سلمان معه، قال: صدق سلمان. الله أكبر. شوف سبحان الله هذا التوازن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان شديد العبادة رضي الله عنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مؤكدا وحرم عليه أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وأمره بأن ينام، يصلي وينام ويصوم ويفطر. سبحان الله يا أخي، لما قال إني أطيق أكثر يريد أن يصوم الدهر كله، كل يوم يريد أن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.